لاست اوردر كلمة عادية بتتقال في أي محل لما يجي المحل هيقفل بيقول لحضرتك لاست اوردر، يعني حضرتك لو عايز تطلب طلب أخير تطلب، لكن مش معناه أبدا ما تيجوا نبص بس نبص بس على عمرو ورانيا. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. تأمرونا بأي حاجة حضرتك؟ في إيه عندك؟ لا أنا كل حاجة موجودة حضرتك، لو أنت عايز منين ممكن، لو عايز فراخ بط حمام. دي واحد كباب وواحد فراخ بانيه يا صاحبي. فين الفراخ؟ الفراخ هنا. هنا؟ حضرتك اتفضل، ألف هنا اتفضل. يا رب يا فندم الأكل يكون عجب حضرتك. لا لا لذيذ. ممتاز. جميل. لا جميل بصراحة. طب احنا علشان لاست اوردر حضرتك. جميل. فبس بنطلب من معاليكو انكم تقولوا لنا تشربوا ايه ساعة صوتكم. تشربوا ايه؟ اي حاجة برتقال. اي حاجة فريش يعني عصير فريش. بس ده لاست اوردر حضرتك، اجيب لك اي حاجة فريش. اوكي ماشي. طب بليز حضرتك عشان الحساب. كام الحساب؟ من غير العصاير. 75. مرسي زو حضرتك. مرسي يا هاني. اتفضل. فرصة سعيدة جدا. دي كادو من محل حضراتكم. أهلا وسهلا. مرسي. اتفضل. مرسي. اتفضل. شيل كل بقى الحاجات الموجودة. شيل. نعمل كده. Have a nice time. Bye. Bye. في باب تاني. طيب هنا بقى ولا ايه؟ شوف كده يمكن يكون في باب تاني. يا مير يا جماعه اللي موجودين هنا. عمرو شوف حاجه نبدا. انا عامل ايه ماما؟ اهدي. طيب انا معاك اهو. يا باشمهندس ابدا يا حيوان اللي موجود هنا. اي بني ادم يرد عليا. وبعدين؟ طيب 60 نيلة بقى. احنا ايه اتحبسنا هنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. استغفر الله يا رب. مفيش اي حد، مفيش اي حيوان حتى اكلمه. يا سادة! عمرو انا مش هينفع كده بجد، انا اتأخرت. اهدي يا ماما. انت الحيوانات اللي هنا. ما انا بندى، مفيش اي بهيم راضي يرد عليا اصلا. اهدي يا رنا. اهدي يا رنا. ايوه اهدي 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 اهدي. انا قاعد في لوكاندا هنا ولا انت نايم؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت يا استاذ انت كلمني. ايوه حضرتك. انت نايم هنا ازاي اصلا؟ دلوقتي مش مستر تيمور مؤخري قال لك هاب نايس تايم. مين مستر؟ في واحد قال هاب نايس تايم. اللي عدى دوت. انا دلوقتي جيت قعدت عندكم وعايز امشي الاقي الباب مقفول عليا؟ احنا دلوقتي عايزين نخرج، افتح لي الباب. انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه. يا انت هتفتني وراك المحل. ما انا مش فاهم. افتح لي الباب، عايز اخرج. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا هنكتبه. حضرتك ما تقدرش تكسر حاجه. هنكتبه وعلى دماغك. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا على دماغك. اتفضل اعمل انت عايزه، انا تحت امر حضرتك. يا عم ما تعمليش كده، افتح لي الباب. انا مش هقدر حضرتك. افتح لي الباب. بص بقى انت عملت ايه؟ ازعجت زمايلي نايمين. طب انت حط الباب زمايلي دول. لا 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 احنا فين هنا؟ مستشفى المجانين دي ولا ايه؟ يا عم ازعجت مين؟ انتوا ايه اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. ما اتهم انت ولا في ضهري يا بخور. دي انا لسه لازم اتكلم معاك. كنا نايمين يا عم. انت يا عم استنى ما بتكلمش معاك. يا بيه قلت لك جمله ما فيهاش. ايه هي؟ لا انت ولا الاخت رانيا. يا عم مالكش دعوه برانيا، ما اسمعش رانيا. يا اخت رانيا حضرتك مش انت ما تقدرش اسمع على لسانك. قال لي انت مالك في ايه؟ انا بكلم حضرتك. انت مجنون؟ مجنون. تفتح لي الباب دلوقتي. ما تكلموش يا رنا. عمرو ايه؟ ارجوك ارجوك. انت مش عامل حاجه، عمال تتكلم كده وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟ على افتح لي الباب. عايز تضربني؟ اتفضل. عمرو انا مش هضربك.
افتح لي الباب. سيبوني على حق. انا هكسر لك الباب ده لو ما اتفتحش. يا باشا كسره، احنا تحت امرك. دي لازم تروح بمعاد، وانت ما تعرفش ابوها يبقى مين. دي ابوها مين؟ ابويا مين؟ ما ينجمعش. افتح الباب بقى وانا اوريك ابويا يبقى مين. المحل ده هيتقفل، المطعم ده هيتقفل على الخالص. المفتاح مع مين؟ ثانية واحدة كلمني. المفتاح مع مين؟ نسر راجل ابوك مين؟ سيب العيال. ما تقولش اسمي. المفتاح مع مين؟ مع مستر ريمون. فين مستر يوسف؟ روح. نمرته كام مستر يوسف؟ هات الموبايل انا اطلبه. خد الموبايل اطلبه. حضرتك بيتفتح المكان هنا الساعة 9، ده اللي انا عايزه. ايه؟ 9؟ 9 صباحا. 9 ايه؟ 9 اتسلم من الموبايل ده. استني، ما احنا هنجيبه من بيته اهو. افتح. اهدي يا ماما. مستر ريمون، استغفر الله العظيم. ريمون دي سيان دي شانس دي. فضل الهبل بقى والعبط، ايه اللي بيقوله ده؟ يلا ما هي نعصاه. أما بقى زين العابدين وأبو بكر كان حكايتهم حكاية. نبص بس. باب. باب مقفول. أنت اللي برا. باب. أنت اللي هنا. مفيش حد موجود هنا. هي كام ده ولا مطعم؟ دلوقتي أوامرك إيه يا باشا؟ عايزين نروح. معلش انت هتنام وهتنامنا جنب منك، عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبات احنا؟ انتوا بايتين في المحل، انا هنبات احنا؟ انا هقول لحضرتك. لوكاندا ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي، عايزين نخرج، عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده زعقني. مالكش دعوه بالراجل ده، تعالى في عيال المخروبه دي. بيزعق لحضرتك. معايا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو انت بايتين في المحل عايزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه، افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك. اكسره على دماغك. مين اللي معاه المفتاح؟ ريمون. وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هنجيبه منين ريمون؟ افتحنا الباب انت اتكسر. هتفتح الباب ولا بلغ البوليس دلوقتي؟ ونخلص بالتليفون، خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. الو مش ريمون؟ ليون دي ليادز فوستان. هاي قول له ريمون واقول له بتاعه واقول له مش عارف ايه. بص يا عم الله يخرب بيتك. خلص. هقول لك على كلمه. بقول لك خلص. هقول لك على بقول لك خلص. هات التليفون. هقول لك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع ريمون عشان نخلص. حضرتك الكارت خدت مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعه تتباهى بشعر بنت خالص. بلا قرعه بلا خرقه. ايه اللي جاب القرعه هنا في المطعم ده؟ هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من انت؟ هيجي يفتح لكم. ده انت ده. الساعة 7. هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في بالي ممكن. ما يلزمناش، عايزين نروح. قوم افتح الباب. وكل حاجة في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره. طب ثانية واحدة، ولا تكسره ولا حاجة بقى. أنا هكلم مش وبيباص. حسن حسين مفيش تعليق. نبص وبس. يا رب بقى لا 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 تمام الحمد لله. الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب محل حضرتك. يا سيدي كتر في خيرك. شكرا. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي ده عشان ليك باقي ده عشان. طب اشكرك يا فندم، متشكر جدا جدا. هاف ا نايس تايم. باي باي باي. مش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ هنا
لا 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 احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت يا مت؟ انت يا عالم اللي هنا؟ انت يا باشا؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ أيوه. حد يرد علينا؟ ايوه انت يا بني ادم؟ ايوه انت اللي بتقول ايوه رد عليا. مين؟ انا هنا اسمه ده انا محبوس. ايوه انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس والكلام ده. هو انا زعلان ايه؟ مالي نام ينام مش على حد تنام على دماغه. افتحوا لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم. مش رومون هو اللي قفل حضرتك بره. انا ما قفلتش حضرتك. ولا مش رومون ولا حطران ولا زفت. اتصلوا عليه شوفوه لحسن لكم الباب. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ قال ايه يا اخويا؟ تطلع الساعة ايه اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين الخندة بقى على كده بقى؟ لا حضرتك يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده هو؟ لا يا فندم. ايه انام معاك؟ يا فندم لما اقول اسيب بيتي وعيالي عشان انام معاكم؟ دي عشكالتي الواحد ينام معاك. انت ممكن لوحدك دلوقتي بجامة صغننة كده؟ بجامة؟ اتصرف اكسر الباب ده اكسرهولك. حد الله ما عتب لكم المطعم ده وعامل لكم صبح وسخة بره هنا اهو. الو ايوه مش رومون. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا. انا مرتاح كده عشان خاطر انا مرتاح كده. ميسيو رومان لي فونتيتي سون فرانسي. لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي. حضرتك قول له بالفرنساوي اللي بتتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك. هولع في المطعم هكسر الدنيا كلها. ميسيو رومان بيروح يسيب كونسين ادي فوتي للمطعم تشوفه في صباحه. اجاز زعلان الراجل زعلان زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته بقى واخد على خطر. والحل ايه بقى لا مؤاخذه؟ طب استناني بقى. مش عايزك تزعق عشان هو ما اداش عشان خاطر. طب اديني بقى الموبايل لا مؤاخذه وانا اتصل بعيالي يجوا دغدغوا الدنيا هنا اهوت بقى دلوقتي اخليها كلها تراب. بص يا متر بنجيب من الاخر 5 ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك الخمس ثواني بالساعه وبالثانيه. وبكده نقول يا رب نتقابل بكرة. شكرا ليكم.